عجينة الكبة عبارة عن نص كيلو لحمة لا أو ثلاث أرباع كيلو لحمة هبرة عجل أو كيلو للكيلو البرغل الأسمر، يعني بتراوح في ناس بيحطوا من نص كيلو للكيلو لحمة مع الكيلو برغل أسمر. بصلة عنا مبشورة حطيناها معها، وحطينا البهارات تبعتنا اللي هي بهارات مشكلة، فلفل أسود، ملح، قرفة، إيش بتحبوا من البهارات. عجناها أول إشي، فرمنا اللحمة على الماكينة مع التلجة وحطينا عجناهم مع بعض مع المكونات الثانية، بعدين بنحطهم في ماكينة اللحمة إذا كانت متوفرة عندنا أو ممكن عن طريق اللحام نعطيه المكونات هو يطحن لنا إياهم. وبعدين عملنا الحشوة اللي هي عبارة عن بصلة حمصناها حطيناها بالزيت على النار مع اللحمة المفرومة والبهارات اللي بنحب نحطها، حطينا شوية سماق كمان معاها اللي بحب. وبعدين بس عملناها طبقناها بالصينية، طبقة نعجن العجينة طبقة من تحت ونحط الحشوة من فوق، بعدين طبقة من فوق ونحط عليها السمنة. كيلو برغل أحمر أو أسمر بيقولوا له، نص كيلو لحمة عجل حمراء بدون دهون، بصلة مبشورة، فلفل أسود وملح، رشة كمون، رشة بهارات مشكلة، رشة قرفة، 2 ملعقة سمنة ولوز للتزيين، وبدنا كمان نص كيلو لحمة مفرومة خروف وبصلة مفرومة وزيت للقلي، بدنا ملح وفلفل بس وزيت للقلي، جوز مفروم. تمام. هلأ أكلاتنا اليوم سمير فيهم سمنة كتير، سمنة؟ خاصة الكبة المبرومة مش رح نقدر نعملها من غير سمنة أبداً. تمام. فمننبه يعني المشاهدين أنه اليوم رح يكون الجرعة عالية من الدهون. تمام. بس هي شهوة بتتاكل. هلأ بالنسبة لمكوناتنا عنا البرغل الأسمر أو البرغل الأحمر الناعم، بس بدنا نغسله ونخليه حوالي نص ساعة من غير ما ننقعه بالمي، بس بنغسله وبنتركه. عنا لحمة هبرة حمراء كمان، نص كمية البرغل رح نستعمل من اللحم الهبرة، أو ممكن نزيد يعني زي ما حكينا للكيلو برغل ممكن نحط كيلو لحمة أو نص كيلو لحمة أو ثلاثة أرباع كيلو لحمة. أوكي. أوكي حسب الرغبة ست البيت. تمام. عنا بصلة مبشورة وفي عندي شوية تلج. هلأ بدنا نبلش كيف نعمل عجينة الكبة من الصفر يعني. تمام. اللحمة بتكون عجل عنا اللي هي الهبرة، ما فيهاش حمرة وما فيهاش دهون بالمرة. تمام. بنحطها في الخلاط أو الماكينة، هاي مش ماكينة فرم اللحمة، هاي الخلاط العادي يعني. تمام. ومننا نحط معها شوية تلج. ساعدك بالثلج؟ حبتين بس تلج يعني مش إشي. يعني كويس اللي حكى عبد الله خليفه، فكرته نام اقسم بالله. هلا بنحط الثلج، بنحط الثلج مع اللحمه لانه الماكينه وهي بتفرم بتحمى فعشان تبرد، فعشان ما تخرب اللحمه معنا. وبعدين بتعطيها كمان لون حلو كتير هلا لما بنطحنها. تمام. بتعطيها كمان نعومه. اوكي هلا هيك سمير اللحمه ممتازه صارت. تمام. صارت عندنا بهذا الشكل، شايف زي المعجونه. تمام. العجينه. تمام. راح احط منها شوي، راح احطهم نستعملهم لبعدين مع الكبه، بورجيكم كيف راح نستعملهم، والباقي بدنا نعمل فيهم عجينه الكبه. طبعا انا الكميات هون حاططها اقل من المقادير الموجوده بس عشان نورجي المشاهدين كيف الطريقه. اوكي هلا عندنا برغل، عندنا بصله مبشوره، عندنا لحمه طحناها، بدنا نحط البهارات، فلفل اسود، الكمون اساسي بس كميه بسيطه، شويه قرفه، طبعا هذا كمان بيعتمد على ذوق ست البيت، شويه بهارات مشكله. وبدنا نحط معاهم بس هاي هي. اوكي الملح طبعا. في ناس بيطحنوا بماكينة اللحمة مع اللحمة هاي قشر بردقان، قشر ليمون. يعني بتفننوا زي هلا بنصير نخلط اللحمة بالبرغل والبصل وندعكهم مع بعض شوي شوي. حبة البرغل رح تفتح بس من غير طبعا ما ننقعها لأنه ما بدنا إياها تكون فيها مي كتير وتجلجق وتبطل تتماسك معنا الكبة.
إذا البرغل بدون نقع. بدون نقع بس غسيل وبنتركه على جنب شوي. تمام. يعني حتى ممكن نبخ مي بهاي المرحلة، كل شوي نبخ شوية مي، يعني أورجيكم كيف ممكن إنه هيك نبخ شوية مي كل شوي وندعك. هلا احنا رح ندعكها منيح، بعدين اذا عندنا ماكينه اللحمه بدنا نحط هاي الخلطه بماكينه اللحمه ونرد مره ثانيه نفرمها، نرجع نفرمها. اذا ما عندنا بدنا شوي نتغلب انه نضلنا نفرك بايدينا بهاي الطريقه لمده حتى يفتح حبات البرغل منيح معنا. اوكي وتنطحن معنا منيح. تمام. اوكي هلا رح اشيل هاي العجينه تورجينا كيف صارت ونشوف كيف صارت عندنا. انا هاي مثلاً مطحونة عند اللحام جاهزة. تمام. بس نفس المكونات. أوكي منجيبها جاهزة إلها مدة يعني فتح البرغل معانا. هاي عجينة الكبة. أول إشي رح أعمل منها هاي نفسها العجينة، ممكن نعمل منها الكبة المقلية، ممكن نعمل منها كبة الصينية، ممكن نعمل منها كبة المبرومة. المبرومة أوكي. الكبة النية شو بتختلف هون عن بالمرحلة؟ هلا الكبة النية هيها، هاي هي مرحلة الكبة النية اللي هي لحم الهبرة الحمراء بنحط عليها، بس كمية البرغل أقل من هاي النسبة اللي احنا كمية حاطينها. اللحمة أكبر. كمية اللحمة أكثر بتكون من البرغل. وبنطحنها نفس الشيء اللحمة مع الثلج، وبدنا كثير نراعي إن اللحمة تكون فريش وطازة. وندعك فيها، بحطوا لها شوية مرات نعناع، بحطوا لها بهارات يعني حسب الذوق. اوكي تمام. بس لازم تتاكل فورا. سمير رح ابلش بس فضل. شوي بالحشوه نعملها حشوه يعني. الكبه رح احط فيها زيت. ترى اذا بدك مساعده انا جاهز. تسلم اكيد انا هلا أنا يعني رح اعتمد عليك باشياء كثير. انا جاهز. الحشوه رح اعملها بالزيت لانه بصراحه رح نستعمل سمنه بمراحل ثانيه. ففي ناس ممكن كمان اللحمه المفرومه للحشوه بيقلوها بالسمنه من البدايه. تمام. انا هلا رح اعملها بس بالزيت. بنحط عليها البصل المفرومة. تمام بدك علي لك اياه؟ بنعليه. طبعا رشة الملح. بدنا نحط شوية فلفل أسود. خلينا هلا هسا بتحمل أمور. البصلات على الزيت، هسا رشينا بس شويه ملح، حطينا اللحمه فوقهم، حطينا هلا رشه الملح. احرك المعلقه ولا بهاي زي هاي 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 هاي. بدنا نحط شو كمان نحط القرفه. هلا ممكن ندخل الكركم للي بحب لانه ما رح ياثر على اللون. تمام. بس هو له فايده. وبالحشوه ما رح احط كمون، بس حطينا الكمون بالعجينه. تمام. ورشة بهارات مشكلة. تمام. طبعاً كل واحدة كل ست بيت بتعمل البهارات اللحمة زي ما بتحب هي. أوكي. هلأ نيجي نعمل وصف الصينية، يعني كبة الصينية كيف بدنا نسويها. عندي صينية تنحط بالفرن، بعدين عنا رح أستعمل كيس، يعني ممكن نستعمل ورق النايلون بس في عندي كيس عادي. تمام. زي هذا نفتحه، يعني بنفتح الاضلاع التنين هدول تبعونه، بنجي بنعمل زي هيك ورقه زي هاي. رح نحتاج لتنتين نعمل فيهم تبع كبه الصينيه، ونحتاج يعني نفسهم رح نعمل فيهم المبرومه. تمام. اوكي رح نحتاج لشويه مي. هلا انا هيك بسوي الحشوه قاعد صح؟ هاي الحشوه. هلا رح نحتاج لشوية مي، بنبل ايدينا بشوية مي، بنحط على الكيس عشان عجينة الكبة ما تلزق عنا على الكيس. بنجيب الكبة برضه وايدينا مي، بنعجنها شوي بهاي الطريقة، يعني هي كل ما شوي حطينا عليها ما بنكتر مي بس شوي عشان تتسهل معنا الفرد وشوي البرغل يفتح كمان أكثر. هلا رح احط الورقة الثانية فوقها، وبدنا نرق هاي العجينة عشان نعمل قاعدة الصينية.
بشكل دائري. فبنيجي بنقيس الصينية على عجينة الكبة، إذا إجت مناسبة عشان ما تقصر معنا، أوكي؟ تمام. ما أنا لما ببلشوا يستعجلوني، يلا. نرجع للموضوع. قبل نرجع. لأنه هاي يعني أشياء حاسمة. شوفي. شوية سمنة بقاع الصينية. تمام. بدنا نفردهم. أها. ونحط القاعدة تبعت العجينة. شو رايك بالحشوة؟ كيف بيقولوا، زي بيقولوا قتلت الفايب، قتلت حماسة الموضوع أنا. لا بالعكس، لا هسا بنرجع للموضوع. حطينا القاعدة، نلزقها بهاي الطريقة، وبعدين منقيم النايلون. هلا برضه ايدنا عليها شوية مي من كبس العجينة. حشوة هاي خلص وضعها؟ خلص خلينا نطفي تحتها. اوكي، بعدين بالسكينة الزوايد هدول بدنا نشيلهم. هلا الحشوة تبعت اللحمة اللي عملناها بدنا نحط لها المكسرات. رح احط لها جوز، طبعا الواحد بيقدر يحط ايش ما بده معاها، اوكي؟ ايش ما بده. اوكي؟ رح نحط الجوز. طيب بدك اجيب لك بولي اكبر، شو رايك؟ اذا بتحبي. رح ادبر حالي بهاي. اوكي، بدك اللحمه هسه. هلا اللحمه اللي طحناها تركنا منها شوي، رح اخذ منها هذا الحكي المدوزه جزء. هلا شوف شو رح نعمل، بدنا ندعكه مع هاي الحشوه. ليش؟ عشان تتماسك معنا بالخبيز وما تفرط اللحمه لما بنقسم شقفه الكبه بالصينيه، ما تفرط اللحمه. تمام. الحشوه يعني اللي جوا. هلا في ناس طبعا بحطوا معها سماق، بحبوا يحطوا شويه سماق. رح احط شويه سماق. والبصل. وفي ناس روعة. في ناس ما بحطوا، بس هذه حسب الذوق. اوكي روعة. انا بالوصفه ما حطيت، بس اللي بحب هيني على الهواء. يا عبيدات هسه طبعا. هلا الحلو اليوم نسألها عن حشوة الكبة هاي اليوم، كالوريز هناك بقرى العبيدات كمان بيسووا كباب. إشي يا سلام، إشي رهيب. يلا هلا عشان ما نتأخر كتير بدنا نحط الحشوة. يلا. نفردها. يلا ساعدك فيها الحشوة هاي الزاكية، شايف كيف فيها طبعا الجوز. خلاص بس بكفي. كمان لا، ما بدي للمبرومة شوي. خلاص يلا تمام. تتغطى بشيء هسه؟ بتتغطى بالطبقة الثانية. هلا بدنا نغطيها بالطبقة الثانية. تمام. اوكي. الطبقة الثانية زي ما عملنا الطبقة الأولى. بدنا برضه نحط شوية المي على النايلون. ونجيب حشوة عجينة الطبقة الثانية. هلا الطبقة الثانية طبعا رح نعملها شوي أكبر من الطبقة اللي تحت عشان تغطي كل الحشوة. تمام. هلا قديش معنا وقت؟ لانه لسه يعني بنعمل، يعني اتوقع تقريبا شوي انحشرنا بالوقت. لانه لسه بدنا نعمل كمان المبرومه، بس سريع مش رح ياخذنا وقت. هلا اذا شاي سمير، هاي نفسها نقدر نعمل فيها الكبه العاديه المقليه. نفس الشيء حتى نفس الحشوة، بس انه نقورها ونحط فيها الحشوة، صح؟ نفس الشيء للتقويرة هاي هذا، ونحط فيها الحشوة بالضبط وتنقلها بالضبط. اوكي هلا تمام. حطينا كل شيء كمان له تعديل، يعني حطينا شوية العجينة حسينا مثلا قليلة، بنقدر نشوف كيف بهاي الطريقة نضيف شوية عجينة زيادة عن النص بالضبط، ونرجع نوزعها هيك. هيها هلا بنقلبها. اوكي ها هيك. هذا تفوت على الفرن طبعا. قديش رح تقعد بالفرن؟ نص ساعة لا ثلاث ارباع الساعة على 180 درجة. يعني لما بتحمر عندنا وجهها لما يحمر، بس هلا لما بنرصها هيك بدنا نسكر اللحفاف تبعونها عشان ما تطلع لنا الحشوة لبرا. تمام. بهاي الطريقة هلا السكينة تبعتنا شوية بنحط عليها مي. وبدنا نقطعها. بدنا نقطعها مبدئيا بطريقة انه مثلا 8 مثلثات. قطعة قطعة قطعة. تمام. اوكي. الله. هلا لازم نخزقها.
عشان تتغلغل الحراره عشان تسوي من جوا لما نحط السمنه. ايوه تتغلغل السمنه. انا ما كنت راح اجيب سيره السمنه بس بدنا نزين قبل ما نزينها بدنا نحط طبعا السمنه طبعًا. هيها طبعًا. شايفها طبعا مش راح اكثر ما راح اكثر اوكي الله. نحط على وجهها السمنه بدك تحط هاي حركه ضروريه لانه راح تنشف واذا حطينا زيت راح تطلع مقرقده فاحنا بدنا اياها تضلها هيك السمنه السمنه تضلها طريه في اكلات لابد من السمنه هلا ممكن نزينها اما بالفستق او ممكن نزينها باللوز اوكي تمام 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 يلا اذا رح تقعد بالفرن كم تقريبا رح تقعد بالفرن تقريبا نص ساعه لثلاث ارباع الساعه 180 لما تحمر وتبين عليها انها صارت جاهزه خلص بنطلعها